قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ بخير نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم وكيف ما عودتكم دائما كل نهار قصة جديدة، آلام وأهات ومعاناة وتجارب جديدة. اليوم معنا متتبعة من مدينة فاس، بغات تعاود لنا الحكاية ديالها اللي الصراحة بقات فيها بزاف وقاستني، كونها كتحس بالحكرة لأنها امرأة مطلقة. تحية كبيرة لجميع العيالات اللي مطلقات، سواء طلقات بخاطرها ولا بلا خاطرها، لأن الطلاق راه ماشي هو نهاية العالم، طلاق راه شي حاجة اللي حللها الله، ولو أنها نعتها بأبغض الحلال عند الله هو الطلاق. فهاد الأخت هذه الصراحة عانات وفي الزواج ديالها ومازال كتعاني لحد الآن. بقاو معايا للنهاية. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم قصتي بحالي بحال جميع الناس. انا متتبعه وفيه لهذا القناه، ما يمكنش الناس وما نتبعش شي قصه من القصص ديال الناس ونشوف كيفاش الناس عايشين، وكل واحد عنده ظروفه وكيفاش عايش مع المشاكل ديالو. دائما كندعي ليهم من قلبي باش ربي يعاونهم، واليوم جيت نعاود لكم عليا. انا إلهام بنت فاس، السن ديالي 21 سنه. نبدا لكم من الطفوله ديالي. انا كنت كنعيش مع الوالدين ديالي في النهار وفي الليل، كنمشي كنعس مع جدي وجداتي اللي هما كانوا بالنسبه ليا هما الوالدين الحقيقيين ديالي، واللي كان حماق عليهم واللي ما عمرني كنت كنتخيل يجي شي نهار وغادي نعيش بلا بيهم. كانوا هما السند ديالي وكلشي بالنسبه ليا. ما علينا، بقيت بحال هكذا حتى لواحد النهار مات جدي الله يرحمه. ويه مات يا خوتي، وجاتني صدمه كبيره بزاف في حياتي واللي ما قدرتش نستوعبها. دائما كندخل للدار وكنقول غادي يعيط ليا جدي، غادي نمشي لعند جدي. من بعد حتى جدتي ماتت، ويه يا خوتي حتى جدتي ماتت وبقيت بلا سند. ما صدقتش وما تيقتش، كنقول يا ربي بغيتيهم وديتيهم ولكن انا شكون بقى ليا؟ واخا الصراحه كان عندي بابا وماما، كنلقى راحتي مع جدي وجدتي اكثر من ماما وبابا، واخا هما باقين في الحياه الله يخليهم ليا، ولكن كنت كنحس بالسند ديالي مشى. ما علينا، واحد النهار كنت جالسه ما بيا ما عليا، كنت شاده التليفون ديالي هو يتصل بيا واحد السيد من العائله. قال لي يا الهام، قلت ليه نعم. قال لي بغيت ندوي معاك، قلت لي اه مرحبا. قال لي راه كاين واحد السيد الله يعمر ليه الدار كذا وكذا وكذا، واش تبغي تزوجي به؟ قلت اه وافقت الصراحه. وزيد صافي انا عييت من القصص ديال الحب، عييت ما نبني ونريب، بقيت كنبني في الاحلام وفي الاخر ما كاين والو. مؤخرا كنت تعرفت على واحد الشخص شحال وانا نبني ونحلم نكون معاه، وفي الاخر ما كاين والو وتفارقنا تقريبا دابا شي 3 شهور. المهم كما قلت لكم قبلت، قلت مادام ما كنقراش وما خداماش وما كندير حتى شي حاجه في حياتي وزيد الضغوطات اللي عليا وبزاف ديال الحوايج، قلت صافي حتى انا نستقر وندير وليداتي وندير داري وراجلي. ايوا هو يقول لي داك السيد الهام، راه بزاف ديال الناس كيقولوا الحب خاصو يكون ضروري ولكن ماشي مشكل. قلت لي معليش، اغلب ديال الناس كيقولوا الحب الحقيقي كيجي من بعد الزواج ماشي قبل الزواج. انا قلت ليه يكون خير والله يسخر، انا غادي نقولها لوالديا ومن بعد غادي نرد عليك. المهم قلتها انا للاهل ديالي، قلت لهم راه كاين واحد السيد الله يعمر هاد الدار. قالوا لي الله يسخر ليك. صافي قلتها ليه، قال لي واخا غادي نقولها ليه، ولكن واش وصلتي بعد 18 عام؟ قلت ليه اه راني كملتها. ايوا من بعد بديت كندوي معاه، قال لي صيفط لي صورتك باش نوريها ليه. بالفعل صيفطتها ليه، هو هاد السيد كان كيبان فيه المعقول والله يعمر ليه الدار، واخا كان صغير في السن ماشي كبير ولكن كان من وجهه كيبان كبير. صافي من بعد 4 ايام اتصل بيا قال لي راه غادي يجي مع، هو كان بعيد شويه علينا. ايوا من بعد جا السيد تكلم مع دارنا، شفتو شافني، جاب معاه الاهل ديالو الام ديالو خوه وخالو. جلسنا مع العائله كنا مجموعين، يعني ما كانتش عندنا فرصه باش نجلس انا وياه نهضروا.
صافي تفاهموا. من بعد مشاو قالوا لينا السيمانه الجايه غادي نديروا فيها العقد. في ديك السيمانه كنت كنساين ياخذ النمره ديالي باش نتقربوا من بعضياتنا ونتعرفوا اكثر، ولكن ما خديت نمرته هو ما خدا نمرتي. ايوا من بعد بقينا كنوجدوا، قال لي قد دير الباسبور لان تسيت كيكون على برا، قديته. ايوا من اسبوع جاو الناس عقدنا، عطاني النمره، قلت ويلي حتى عقدنا عطاها ليا. ايوا من بعد بيومين عاد اتصل بيا في الواتساب، صافي هضرنا. بقيت كنقول هادي اش هاد الزربه اللي زربنا، وهي تقول لي الوالده ديالي واش عرفتي اشنو غادي ديري؟ قلت ليها شنو؟ قالت لي انت غادي تزوجي، واش قاده على هاد المسؤوليه؟ قلت ليها اه انا قاده بها، وانا واحد الانسانه اللي كان كلشي كيقول عليا كابابل وقويه ونقدر ندير اي حاجه باش نبني مستقبلي، انا قويه الحمد لله وبشهاده العائله ديالي. المهم كلشي كيشوفني انسانه مكافحه بزاف. ايوا هي هذيك. من بعد العقد بقينا كندو، كيقول لي هذيك السلام لاباس وكيمشي كيغيب ويولي يقول لي واش نعسي ولا باقا ولا تصبحي على خير. ايوا من بعد 3 ايام صيفط ليا وقال لي نهار الثلاث اجي عندنا الاكادير باش نجمعوا العائله. انا في الاول قلت لبابا ما ديروش العرس حيت كنا درنا واحد المناسبه وخسرنا فيها بزاف ديال الفلوس. انا هزيت هم ديال الوالدين ديالي وقلت معليش، من بعد غادي نديروا السبوع ولا شي حاجه اخرى. ايوا من بعد مشينا لعندهم، تجمعوا الناس. انا كيف دخلت حسيت بشي حاجه ضربتني في القلب ديالي لدرجه الضحكه ما قدرتش نضحك. دخلنا جلسنا في الطبقه التحتانيه. ماما قالت لي طلعي الشنطه ديالك لبيتك. وييها اخوتي هي هذيك. دخل راجلي معايا قال لي هذا هو بيتنا اللي غادي نجلسوا فيه هاد الايام، بحثني انا معك هنايا. والله يا اخوتي لا بحال لي لبساتني شي حاجه، بديت صفرة صفرة ولا وجهي كيطلع بالالوان. بقيت كنقول انا علاش في الاول كنت كنحس به مزيان وولد معقول وكان كيعجبني بزاف، ومن بعد ملي جيت عندهم للدار وبالضبط في بيت الناس كنحس براسي انني تخطفت. بقيت شويه نزلت عند الام ديالي لتحت وهي تقول لي الام ديالي مالكي؟ قلت لها لا والو. كتقول لي شنو كاين؟ قلت لها لا ما كاين والو. صلخت حوايجي لبست قفطاني جلس. بقينا جالسين حتى الثلاثة ديال الصباح، تفرقوا الناس مشات بحالاتهم. طلعت انا لبيتي باش نديروا لي الدخله. واي يا خوتي ما نقولش ليكم وما نعاودش ليكم على داك الليله كيفاش دازت عليا كحله. وزيد انا ما كنعرفش داك الانسان اللي انا معاه، ما كنعرفوش وما زعماش عليه. وزيد مازال غير كنبكي على العائله ديالي اللي تفارقت معاهم مشاو بحالاتهم، وانا على اساس كنت دايره نصلي وديك جوج ركعات ديك الليله ديال الدخله، والسيد زعما قاري في الدين وشي حاجه. ولكن سبحان الله الوعي ما كاينش. تخلقني جالسه دخله قال لي غادي نبداو. غادي نبداو معركه. صافي كيف قلت لكم ما كاينش ديك المحبه ولا داك الاحساس ولا يعنقك، ارجع ودخل داك الشيء ديريكت. ويه كنت كنقول يا ربي غير نموت في ديك اللحظه. هو صافي غير وصل فين كان باغي يوصل والدار اللي كان باغي يدي. من بعد انا مشيت دوشت، انا كندوشو فيا الخلعه وكلشي فيا كيترعد. مع الخلعه درت غير الشامبان شعري حتى كنلقى راسي تحت الارض. جبت تقريبا شي 25 دقيقه طايحه في ديك البانيو ديال الدوش وانا مغيبه. حليت عيني حليتهم عليه لقيت واقف عليا واحد الخلعه شدتني وانا لحمي كلها زرقاء ورجليا باردين. وقفت قال لي ندوش لك. قلت ليه لا غير خرج انا ندوش لراسي. صافي دوشت خرجت تحت نعست. الغد اللي عاوتاني حسيت بالالم والعذاب. من بعد واحد 3 ايام خرجنا باش غادي ندورو، ما قدرتش نهضر معاه، هو كيهضر معايا وانا غير ساكته. رجعنا للغدا كان هو جالس في واحد البلاصه ضيقه، معاه هو عامر وانا ضعيفه، فاش غادي نجلس حداه غادي نضيقو. قال لي اجي نوريك واحد الحاجه في الكتاب. قلت ليه اجي هنايا راه هنا التيسع. قال لي قلت لك اجي هنا. بقيت انا كنبكي هو ما هضرش معايا 5 ايام وحنا مازالين في 7 ايام ديال الباكور كيف ما كيقولوا. جات عندي امه قالت لي نوضي سيري هضري معاه وقولي ليه سمح لي. قلت لها انا خالتي ما درت ليه والو. قالت لي لا غير نوضي. ايوا مشيت لعندو قلت ليه سمح ليا. ولينا كنهضروا ديك الساعه هي سؤال وجواب. دوزت معاه شي 10 ايام وحنا بحال هكذاك. من بعد داني لدارنا
ومشى هو. انا بقيت مع دارنا حتى يقد لي الورق، كنت كنقول يا ربي تعطلو ما يوجدوش، ولكن سبحان الله كل شيء تيسر وجدوا لي الورق. صافي بقيت انا المده ديال 20 يوم، وكنت كنهضر معاه قال لي شوفي غادي ديري النقاب. قلت لي انا اشنو نقاب؟ قال لي بحكم الخدمه ديالي مرتي خصها دير النقاب، حيت هو كينفذو العربيه. قلت لي انا ما نقدرش ندير النقاب، انا كنتخنق. قال لي لا غادي ديريه. يا سيدي يا ربي، وانا عارفه راسي ما غاديش نطبق الشروط ديالو، وزيد غادي يخنقني ونتازم. ما علينا، درتو مشيت لعندو 15 يوم وانا غير كنبكي. تلقى لي المطار سلم عليا واحد السلام بحال لا شافني غير البارح، بقيت غير كنبكي. صافي عشت معاه وانا مازال ما زعماش عليه، وديما بحال هكذا. وانا باش ما نجمعش ونهضر معاه كنمشي نتجمع ونهضر مع صحاباتي وعائلتي. واحد النهار ويقول لي انا وياك كنهضروا بحال شي غراب على بعضياتنا، هو ماشي ديك الانسان اللي غادي يحبك ليه ولا يدير مجهود ولا، نهائيا. انا اللي كنت كنحاول ندير مجهودات وكنقاد ونصايب شعري ونلبس ليه شي حاجه زوينه في الدار، ولكن هو والو كيبغي يقضي غراضه، وهذا الشيء هو اللي كنكرهني فيه. ملي كنخرجوا كنخرجوا بالسكات، وديما مخاصمين، وديما كنقول ليه ما كتديهاش فيا. هو كيقول لي وعلاش انت كتهضري مع صحاباتك؟ ديما كيقول لي طفي داك التليفون وناسي، واخا انا ما كانش فيا الناس. وزيد كيبزز عليا حتى الخروج نخرج معاه، واخا نكون انا ما باغاش نخرج. وزيد واحد الحاجه، من نهار جيت لعند هاد السيد العاده الشهريه ما جاتني، دا الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والو. صافي بقيت كنقول انا واقيلا حامله. قلت ليه يجيب لي التيست، درتو ما كاين والو. ايوا انا غير بسبب داك العيشه اللي انا فيها عيت ما ندير باش تنزل لي الدوره، والو ما خليت نشرت. كنت كندخل لجوجل باش نعرف السبب. واحد النهار مشيت للطبيب الاول، هو يقول لي عندك ضغوطات نفسيه والنفسيه ديالك ما مرتاحاش وهي اللي شادها لك. الطبيبه الثانيه قالت لي نفس الكلام، الطبيبه الثالثه نفس الهضره. هو كيدخل لجوجل كيقلب كيقول لي يقدر يكون عندك كيس ولا كره ولا شي حاجه في الوالده ديالك. انا كنت كنخليه وكنقول يا سيدي ربي لما تعاوني وتوقف معايا، انا ما نقدرش ندير شي عمليه. صافي بقات لينا التحليله ديال الدم، مشيت نديرها حيت واحد السيده قالت لي التيست ما كيبينش، ديري التحليله ديال الدم. ايوا مشيت درت التحليله ديال الدم. من بعد ما خرجت مشينا نجيبوها، كيف ما فتحوا داك البرا قراها عرفتو خوتي، غوت عليا واحد الغوته وقال لي ما حاملاش، وضرب الباب ديال الطوموبيل وخرج. تقول انا معاه 12 عام وما ولدتلوش. المهم شنو غادي نقول لكم، بقى فيا الحال بزاف، وكنقول باش يقول لي ما عندك والو والحمد لله وان شاء الله دابا تحملي. لا هو زيد كيتنفخ عليا وكيغوت من الفوق. بقيت غير كنبكي وما عمرني شكيت على دارنا، وقلت لهم كيوقع لي مشاكل. وحتى ملي كيبغي يشري لي شي حاجه انا ماشي طماع كيشري لي باش يصالحني، انا لا، واخا كيشري لي كنقول ليه غير شكرا الله يعطيك الخير، وكيقول لي يلاه نشري لك وشوفي شنو بغيتي، كنقول ليه لا ما بغيت والو. انا ما تاقلمت مع داك الجو، هو كيبقى يغوت عليا، انا دغيا كنمرض من الداخل ديالي. تصور اخوتي كيجيب صحابو عندي للدار وكيجلسهم في الصالون باش يلعب واحد اللعبه عندي، وانا عندي واحد الفوتاي تقال كيرونوا لي الدار. وزيد بغيت هادي وديري هادي، كنقول معليش ماشي مشكل. واحد النهار بقيت كنجمع في داك الصالون، مشيت نحرك الفوتاي مبغاش يتحرك ليا حيت ثقيل. قلت لي اجي زول معايا هاد الفوتاي راه ثقيل. قال لي منين نزولو انا، انت اش كديري هنايا؟ قلت لي راه ثقيل عليا. قال لي دبري راسك معاه ما شغليش. غوت عليا وقلت ليه واش انا اللي كنجيب عندي صحابي؟ ياك انت اللي كتجيب صحابك. هو ينوض شدني بواحد الخنقه، خنقني بيدو وقال لي شنو هو، واش ما بغيتيش صحابي يجيو لعندي؟ قلت ليه انا ما قلتلكش بحال هكذا، انا هضرت معاك بالصواب وقلت لك زول معايا هاد الفوتاي وانت اللي كتجيب عندك صحابك. ايوا هو يشد شي حاجه كانت عنده وضربني بها ومشى وخلاني كنجر داك الفوتاي وكنجر وكنبكي. ايوا بقينا دائما كنقطعوا الهضره 15 يوم وكثر. انا كانت عندي الدار عندي فيها الفوق والتحت، كنت كنخاف من الفوق بزاف.
لتحت كان مجموع ليا الكوزينه والبيوت وبيت الناس. عندي الفوقي قررت نهود انا بيت الناس لتحت. ناض هو بقى كيغوت عليا وكيقول لي واش انتي هاد الخوف منين جاك وعلاش تحولي بيت الناس؟ صافي عاوتاني قطعنا الهضره. بقيت كنهز التليفون كنتفرج في اليوتيوب وهو مانع عليا الانستغرام والفيسبوك والواتساب والتيك توك. واخا كنت كنتفرج فيهم هو ما بغاهمش. صافي قلت ماشي مشكل. قال لي مالك انت ديما شاده داك التليفون؟ وملي كنبغي نخلق معاه شي جو ديال الرومانسيه كنقول له زعما نتقربوا من بعضياتنا. كيقلب ويقول لك لا ما مساليش انا غادي نمشي عند صحابي ديما صحابو. صافي انا كنت كنجلس وكنبقى نبكي. ملي كيشوفني كيقول لي لا لا انت مازال كتبغي شي واحد. كنقول ليه انا ما كنبغي حتى شي واحد. كيقول لي مالك ديما هكذا. وزيد دائما كان كيبقى يقول لي خاصنا نطلقوا، انت خايفه من والديك وهضره الناس كون راكي طلقتي. انا والله ما عمرني ما درت الطلاق في راسي، بالعكس انا كنت باغا نطول معاه العشره. ايوا واحد المره كان شهر خمسة كان جا في رمضان، قلت لي عافاك خليني ننزل المغرب. قال لي غادي تنزلي بواحد الشهر تمشي وترجعي مقاده. قلت لي بصح، يعني نولي نبغيه وندير ليه اللي بغيه ونطيعه؟ واللي قالها ليا نقول ليه اه، المهم طيعيني واخا نكون انا ما باغيهش نقول ليه اه. انا على داك ايه واللي انا ما باغياهاش كنتعصب، وزيد الحاجه ما كنكونش باغياها وما حاملهاش ويقول لك ايه. ايوا صافي نزلت للمغرب وكنحس بواحد الراحه النفسيه ديالي، ارتاحت وغير جيت الدوره الشهريه نزلت عليا فرحت بزاف. كنت كنهضر معاه في الواتساب مره مره وكنا كندابزو. انا وليت كنتخنق وديما صداع وليت كنكرهو وكنبقى الله نطلب الله يدير ليا شي تاويل ديال الخير. واش وصلني انا اصلا لهذا الشيء؟ صافي واحد المره صون عليا قال لي غادي تجي ولا نمشي نتزوج؟ راه كاينه واحد المحاميه هنا كنعرفها راها كتصيفط راني غادي نتزوجها. قلت ليه ايه بغيتي تتزوج؟ صافي تزوج انا غادي نبقى في المغرب. قال لي لا غادي تجي وما نطلقش ما نطلقكش. وبقى كيزعب. صافي من بعد صيفط ليا الفلوس تقديت كل ما نحتاج جبت كل شيء ديته معايا مشيت تلاقاني للمطار. عاوتاني دار معايا واحد السلام ناقص وما هضرش معايا حتى الغد ليه مع الفجر. قال لي اجي بغيتك. انا قلت الله يا ربي انا مازال في الدوخه 10 ديال السوايع ديال الطريق. ويقول لي انا بغيتك شنو يكون باغي عاد؟ قلت ماشي مشكل هذاك حقو نعطيهلو. صافي شويه عرفتو حيد الويفي. قلت ليه علاش حيدتي الويفي؟ شافيه وقال لي باش تقادي مزيان انتي مازال خاصك تقادي. قلت ليه انت وخاطرك ماشي مشكل اللي بغيتي. من بعد ولا منين كيدخل كيطلق ليا من عنده باش نهضر مع والديا. واحد النهار هو بيتي في البيت وانا في بيت واحد اخر ما لقيتش انا كيفاش ندير نتفرج. صيفط لي ميساج قلت ليه عافاك شارجي ليا راه ملي كتخرج ما كنلقاش باش نهضر. ما جاوبنيش. صيفط ليه العلامه ديال الاستفهام ما جاوبنيش. نط مشيت عندو للبيت قلت ليه علاش ما كتجاوبنيش؟ قال لي سيري حتى تعلمي تهضري واجي لعندي. سيري حتى تقوليها بادب. انا يا خوتي اقسم لكم بالله ربي شاهد عليا غير ظلمني. انا قلت عليه بكل ادب واحترام. جلست حدا بقينا كنهضروا. صونيت لماما وبابا قلت ليهم بقيت كنهضر معاهم وبقى كيسجل الهضره اللي كنهضروا. هو يقول لي ايوا قولي ليهم انا ماشي راجل وبغيت نطلق منه. قلت ليه لا انا ما نحطش عليك الباطل انا باغي نستمروا في زواجنا. انت اللي كتقول لي نطلقوا ودابا صافي انا وياك غادي نطلقوا. غير بغيت نقولها لبابا هو يسكت حيت عارف راسو. قال لي قولي ليهم ماشي راجل. مشيت لواحد الصالون بقيت كنبكي. سديت عليا الباب بقيت جالسه وهو جا طلع ليا قال لي برتي ولا باقي؟ انا غير سمعت داك الكلمه ديال برتي بقيت كنغوت وكنتف في راسي ما بقاش كيبان قدامي وكتبان قدامي غير الموت. هزيت واحد التليكوموند وضربتها مع الحيط. هزيت عاوتاني واحد القرعه ديال الماء وضربتها ضربته بها. خرجت من الصالون وسديت الباب. ايوا هو انا ضعيت لبابا وقال لي خرجت من الزنقه وسدت عليا وبقات كتغوت والناس كتسمع فيها. شويه عيط ليا بابا وقال لي واش هاد الشوه اللي درتي؟ قلت ليه شوف بابا نموت وما نبقاش مازال مع هاد السيد بغيت نرجع للمغرب نطلق. انا ما نبقاش دقيقه معاه. عرفتو سيمانه وانا ما كناكل ما كنشرب ما كنشعل الضو غير التلفازه اللي مشعوله.
كنبقى نصلي وندير الله ونبكي. انا داك الضغط كامل اللي كان عندي لداخل وداك التكرفيس اللي مكرفسه في حياتي كنقول بغيت نطلق. كنت كنقول له يا ربي تبعدني على السيد قد ما بعت السماء على الارض. صافي بابا ديك الساعه قطع لي البيي ديال الطياره. جيت انا للمغرب وقبل اخوتي ما نجي للمغرب قبل حتى ما ندابزو. واحد النهار قالت لي مو ما عرفتش كيفاش ندير مع خالتك كانت بغاتك لبنتها. حنا داك البقيته ما دينا ما جبنا بديك الهضره. واحد النهار وقع واحد المشكل بيني وبينه كان كيهضر مع امو دوزها لي. بقات كتقول لي شي هضره اللي ضرتني بزاف. قلت لها شوفي خالتي انت بعيده كل البعد على هذا الشيء. هو قال لي راه ضرها المعده وهي تقول لي انت اصلا ما خصكش تزوجي وانت ضرك المعده وماماك فيها لا فوت علاش تزوج كنت ضرك المعده. انا ما فهمتش ديك الهضره ديال المعده. بقى فيا الحال بزاف قطعت عليها. ايوا في المطار ملي كنت راجعه من المغرب قال لي سيري دفعي الطلاق الشقاق. قلت ليه واخا. ايوا كيجيت للمغرب ولات فيا الهضره ديال الناس وخصوصا الناس اللي قريبه. ويه وتشوفوا شنو سمعت يا خوتي مرضوني. ما بقيت لا كناكل ولا كنقدر ننعس. ايوا مشيت عند الطبيب النفساني قال لي فين كنتي عايشه هذا اللي كنتي معاه واخا قاري راه ما واعيش حيت انا كنت عاودت ليه. ايوا من بعد بقيت متبعه معاه درت 8 ديال الحصص. كنت ما كنقدرش ننعس الا ما خديتش داك الفانيد وما نقدرش ناكل الا ما خديتش الفانيد. لقى عندي الاسف في المعده. كلشي داكشي اللي داز عليا هو السبب. ولكن كنت كنقول ما نخليش اللي يهضر فيا ويقول فيا شي حاجه. واخا كنا كنكونوا مخاصمين انا وياه كنوجد ليه. وحتى ملي بغيت ننزل للمغرب في رمضان قديت ليه سلو وشباكيه وكنقول ما نخليش مسكين. ولكن كيعمرو وديما كيحرشوا عليا. صافي انا بقيت نتبع مع داك الطبيب اللي قلت لكم حتى بريت. حاولت ندير محاوله ديال الصلح صيفطت ليه ولكن قلل مني وما هضرش معايا. قلت صافي. هو جا حضر الجلسه الاولى والثانيه والثالثه. انا ما بقيتش كنمشي حتى الاخر عاد مشيت سنيت على طلاقي. هنا غادي تبدا المعاناه. طلاق خواتاتي ماشي عيب وحرام ولكن كتسمعي الهضره من عند الناس من عند خوتك من عند خواتاتك من عند والديك كتولي انت اللي العين جايه عليك وكيقولوا هذيك مطلقه وزيد خصك لا ما تخرجيش لا ما تلبسيش لا ما ديريش. هكذا غادي يهضروا فيك الناس. من بعد الطلاق انا زولت داك النقاب حيت كنت درتو بزز مني ودرتو على قبله. كانت كتجيني الضيقه بسبابه. صافي كنت كنقول انا هو السند ديالي. كون بقات عندي جدي وجداتي ما غاديش يوقع لي هذا الشيء. وحتى لو وقعت في شي مشكل هو غادي يحميني وغادي يوقف معايا. ايوا حتى ملي كان واقع لي داك المشكل كنت معاه كانوا الاهل ديالو كيتصلوا بيا ويقولوا لي صبري. وانا خوتي حتى شي واحد ما كان حاس بيا. قلت لهم ما تبقاوش تعرفوني يحسبوني مت. ثم اصلا ما حاسينش بيا واللي كان حاس بيا راهم ماتوا الله يرحمهم. مازال والديا ديك الهضره كتجي قدامي وكيقولوا لي حنا شنو درنا لك غير انت خرجتي للعب. انا غير ربي اللي كان علم بيا ما عندي حتى واحد. ودابا انت غير لخصمتي على خوك الصغير ما عندكش الحق حيت انت مطلقه. وملي كتجي نهضر كيقول لك بحال كنتي كاع ما خصوش يهضر كون كنتي لالا ومولاتي كون جلستي عند راجلك. هاد الهضره كانت كتجرحني في القلب ديالي. اوف يا خوتي شحال تظلمت تظلمت بزاف وبزاف وبزاف. انا حياتي ما كانتش مزيانه مع داك السيد ومرضت في الصحه ديالي. كنت نقدر ولكن ضريت بزاف. وعاد هما شافوني كيفاش مشيت اول مره وحتى مشعري كان كيتحيد ليا. تصور اخواتاتي كنت كنهضر مع صاحبتي وريتها شعري وكيفاش كيتحيد وكنبكي كنقول ليها يمكن انا فيا شي حاجه. انا ما عرفت واش فيا سرطان ولا. انا كنبكي وصاحبتي كتبكي كنقول ليها شوفي خفت لواحد الدرجه ما تتخيلوا عاش. وعاد هما شافوني كيفاش مشيت وكيفاش رجعت عانيت ومازال اخوتي كنعاني لحدي الان. ولا قلتي باغا وباغا كيقول لكم بغيتيكم بقيتي عند راجلك. انت خاص لي غوت عليك ما تغوتيش انت علينا. علاش حيت طلقت كانت كضيق بيا وكنقول يا ربي تعطيني شي فرج من عندك يا ربي غير بالموت ولا بالحياه. وهذا باش كنت كندعي. تصورو قالت لي انت خاصك تطلبي الله يجي شي واحد يسترك. كنقول لها واش انا درت الحرام واش انا جبت لكم شي كرش من الزنقه. انا غير طلقت ما درت شي حاجه خايبه. ما تفهمتش مع داك الانسان وما قدرتش نصبر. صافي كتقول لي يا ماما لا كان عليك تصبري. وانا كنت كنشوف راسي ما عندي حق حتى في شي حاجه لا في الهضره لا في الخروج لا في الدخول لا في السفر لا في حتى شي حاجه.
خاصني الان انا اللي نسكت، واللي جا كيمسح فيا رجليه، واللي جا كيحل عليا فمو، ولكن ملي ما بقيتش قاده نتحمل وليت اللي يهضر معايا كنوض نغوت عليه. صافي انا ما بقيتش قاده، ما بقاش عندي داك الصبر. انا دابا عندي 21 عام، تقولوا عندي 50 عام الفوق. كنكون مع الناس وكنتحدث معاهم كيقولوا لي انت واحد الانسانه اللي دايه وجايبه في الزمان. دابا انا ما بقيتش قاده نصبر، ما عرفتش علاش كيوقع لي بحال هكذا. واش انا بالضبط مطلقه اللي خاصو يوقع لي بحال هكذا ولا ما نعرف؟ انا بعض المرات ملي كنت باقا صغيره كنقول يمكن انا ماشي بنتهم، ديك الشيء علاش كيدور لي بحال هذا الشيء في راسي. واحد المره لدرجه تدخلني الشك، انا عندي تصويره وحده وانا باقا صغيره، واختي عندها بزاف ديال التصاور. لا يمكن انا، ولكن انا بنتهم، ولكن هاد الفرزيات الكبيره بزاف علاش؟ انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يقضي لي الامور. وانا دابا كنعاود لكم وكنبكي وكنقول واخا نعاود ما كاينش اللي يحس بيا. تمنيت كون درت شي كاميرا ودوز داك الفيلم كله نبينو لكم باش تعرفوا المعاناه ديالي. وقد ما هدرت وقد ما حسيت ما كاينش اللي يحس بيا. ملي كتشوفي والديك شنو قالوا فيك وشنو غادي تخليو للبراني ما يقول، هما قالوا عليا بزاف. كنتمنى من المشاهدين اللي سمعوا قصتي يدعوا معايا ربي يفرج عليا، حيت عييت بزاف. كنتمنى من البنات ما ياخذوش شي قرار قبل ما يدرسوه، قبل ما يعرفوا اشنو هو، وقبل ما يشوفوا المصير ديالو، قبل بزاف ديال الحوايج، وقبل عاد ما يتندم معهم الحال، وقبل ما يقولوا كونوا كونوا كون، ومن بعد يوقع هادشي اللي داز عليا انا. واحد النهار اتصلت واحد السيده بماما، كنتصلت بها بريفيو قالت ليها السلام واش انت هي فلانه؟ قالت ليها اه. قلت لها ام فلانه؟ قلت ليها اه. قلت لها بغيت نطلبك تسمحي ليا. قلت لها شنو علاش؟ قلت لها بنتك انا اللي خربت ليها حياتها. قلت لها شكون؟ قلت لها إلهام، انا اللي خربت ليها حياتها. قلت لها علاش؟ قلت لها دابا كنكون ناعسه وكنحس براسي الجمل ناعس عليا والكلاب كياكل ليا في رجليا، وقتاش ما نعس كنحس بهذا الشيء، وبغيتك تسمحي ليا. انا اللي درت السحر لبنتك ودفنته في حديقه الحيوانات. وبالفعل انا في الاخر ملي كنت كنصوني على ماما كنقول ليها شوفي راه ما بقاش كيبان قدامي بنادم، كيولي لي بحال شي وحش، بحال شي يدي، بحال شي حاجه بحال هكا. قلت ليها شوفي سمحي ليا، ودابا عندي 100,000 ريال غادي نعطيها لك ملي تكون عندي شي حاجه نزيدها لك. وراها راجل ومراه اللي جاوا لعندي وعطوني المعلومات عليكم كامله، وقالوا لي ندير لبنتك هادشي. وبالرغم من هادشي كامل وعرفوا بلي انني كنت مسحوره وماشي بيدي وماشي لخاطري، لكن ما حنوش فيا. لحد الان كيقولوا لي هضره كتجرح وهضره كتالمني بزاف، ولكن انا ما بغيتش نغضب عليهم. كيف ما كان الحال كيبقاو الوالدين ديالي ونهزهم بسناني، واخا داروا فيا بزاف ديال العيب وعيروني وبزاف ديال الهضره، ولكن انا ما نفوتهمش. ودابا انا كنتمنى من اي وحده تاخذ القرار في المحل ديالو، وكنتمنىكم تدعيو معايا باش ربي يجيب ليا اللي فيها الخير. وهذا ما كنطلب حيت هذا الشيء اللي داز عليا صعيب بزاف، وكنتمنىكم تدعيو معايا بالخير. وشكرا لكل واحد سمع القصه ديالي، والسلام عليكم. كيف ما سمعتوا القصه ديال الاخت ديالنا الهام، اول حاجه بغيت نقول للناس اللي كيتبعونا سواء رجال ولا عيالات، اباء ولا امهات، شباب ولا شابات، هاد القصه هادي مليئه بالعبر. اول حاجه الامهات والاباء عافاكم، ما تحقروش على وليداتكم، خصوص البنت، بحال الولد بحال البنت، غير البنت كتكون عاطفيه وكتحس بالنقص وكتحس بالضعف، وما كيكونش عندها السند من غير دوك الوالدين ديالها. الراجل كنقولوا راجل وقوام، وإلا ما لقاش على من يحط راسو راه غادي يجي واحد النهار غادي يتزوج وغادي يحط راسو على مرتو، وتا لا ما زقتلوش يمشي لوحده اخرى ويختار، وماشي بحال حنا العيالات. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الحزن للمرأة، فاش قال نادى امنا مريم عليها السلام قال لها يا مريم لا تحزني وقري عينا. هنا الله سبحانه وتعالى كيبين ان الله انه هو الله عز وجل لا يرضى الحزن للمرأة بالخصوص. والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول يا معشر الرجال، يا معشر الرجال رفقا بالقوارير، فسألوه ما القوارير يا رسول الله؟
قال القوارير هما هذوك الزجاج، هذيك نقولوا حنايا بالدارجه بالعاميه ديالنا القرعه ديال الزاج، الا طاحت من يديك تكسر، واخا تصلحها ما فيها ما يتصلح، ولا جيت تصلحها تقدر تجرح. فهذه هي المراه. فكاينين بعض الاباء والامهات الله يسمح لهم والله يغفر لهم كيظلموا بنياتهم، كونهم كيعتبروا البنت انها واحد العدو عندهم في الدار، يقدر تجيب لهم شي فضيحه، يقدر دير فيهم شي حاجه. وكاين واحد المشكل اخر هو ديال التمييز ما بين الاخوه، فلربما هاد الاخت هادي تربات مع الجد وجد ديالها، فما كاينش داك الحنان الكامل مع العائله ديالها، هما نافرينها حيت ما ترباتش معاهم، كتجيهم انسانه غريبه، وهي كذلك كيجيوها ناس غراب لانها تربات مع الجد والجده ديالهم ديالها اللي الله يرحمهم ويوسع عليهم في هاد الليله. هذا مشكل خطير كنعاني منه في مجموعه كبيره ديال الاسر، او في مجموعه كبيره من البيوت المغربيه او العربيه ككل. فهذا الشيء ما خصوش يكون باش البنت ما تنفرش من دار باها وتبغي غير تجوج باش تمشي تهنى. اي وحده مسكينه كتفشل في الزواج ديالها او كتزوج بشي واحد ما باغاش، كتقول لك انا غير بغيت نتهنى، انا غير بغيت نبدل الهم، صدقت هزه هم واحد اخر كثر وكثر. فالبنت مسكينه كتحس بانها الزلهم في دار باها، كتحس بانها غير مقبوله في دار باها، كتحس بها براسها انها يعني نفرينها، لدرجه ان هاد البنت ولات كتشك ان هادو ماشي الوالدين ديالها الحقيقيين. فكيفاش؟ غادي نسولكم نتوما كمتابعين كامهات وكاباء كشباب كشابات، كيفاش هاد البنت تكون النفسيه ديالها فاش تقول لك انا كنشك ان هادو ماشي الوالدين ديالي؟ شوفوا فين مشات، مشات للتصاور، قالت لك انها لقات التصويره ديال اختها، عندها بزاف ديال التصاور والتصويره ديالها هي عندها غير تصويره وحده. فهي كتقول لك انا عارفه هم والديا، ولكن كاين واحد هناك واحد الشك كي يدور في الراس ديالها وكيقول لها لا ربما انت ماشي بنتهم. فهذا امر خطير جدا، وخص الوالدين يردوا لها البال لهذا الشيء بزاف. فعلى العموم غادي نرجعوا للموضوع ديالنا اللي كيتمحور على الطلاق. هاد البنت هادي طلقت فواحد السن اللي صغير، لانها تزوجت بواحد الراجل والديها اصلا ما عارفين لا اصله ولا فصله ولا شكون هو، فقط اول واحد تقدم للبنت ديالهم عطاوها لي على طبق من ذهب، مشى دار اللي دار كما كيقولوا كلاها لحم ولاها عظم. في الاخر ما خداوش الحق ديال بنتهم، اكتفوا انها جابوها للمغرب خايفين من الشوهه ومن الفضيحه. من بعد تبين ان هاد البنت توضع ليها سحر، وهذا الشيء بالدليل، والسيده عيطت وكتقول لهم انا اللي وضعت لبنتكم السحر الى اخره. فهما كان عليهم على الاقل واضعف الايمان انهم يوقفوا بجنب بنتهم، لان الطلاق ماشي شي حاجه سهله، لان احنا كمجتمع عربي مسلم كنخافوا بزاف من الطلاق، لا الوالدين ولا العيالات مساك اللي كيتزوجوا كيخافوا من الهضره ديال الناس، وهذا قال وهذا كيقول وهذا راه يقول عليا، وراه الناس ما غاديش تسلمي من الهضره ديال البشر كيف ما بغيتي ديري. راه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عليه ساحر ومجنون، والله سبحانه وتعالى ردوا عنده ولد، فكيفاش ما غاديش يهضروا فيك انت يا كبشر؟ انسان الا بغى يعيش في حياته مزيان وسعيد يتغاضى ويغض البصر على الهضره ديال الناس. الهضره ديال الناس ما كتقاداش، وكيقولوا تاويل وكيقولوا بزاف ديال الحوايج، كما كيقول المثل المغربي ديالنا راه كيولدوا البغله، ياك الولده ما ياك البغله عافاكم ما كتولدش، وراه بنادم ديالنا راه يولد البغله ويقول لك راه البغله راه هكا ولدات. فهاد المساله هادي يعني رحنا عارفينها وبلا ما نتناقشوا فيها، هضره الناس ما كتقاداش. فلا ولكن الوالدين العائله ككل خوت الخواتات في هذا الوقت هذا ديال هاد البنت اللي طلقت فيه كان عليهم يحتضنوها، يوقفوا معها، يشوفوها، يخرجوا من داك الجو هذاك، لان كما قلت لكم ماشي مساله سهله. ثالث حاجه واللي بغيت ننصح بها هاد الاخت هذه هي انها تخرج من هذيك القوقعه ديال الحزن، وما تخليش راسها يعني عايشه كئيبه، وما تسلمش للشيطان، لانه هو اللي كيحسس الانسان بالحزن وكيخليه يعني دائما مكتئب وكيوسوس له، راه حكا هذه راه حكا ما هذه. اجمعي الوقفه اختي وبركه من العجز، وانفضي عليك غبار التشاؤم والحزن والماضي، عيشي حياتك 21 سنه باقه طفله،
وباقى الحياة ديالك كلها قدامك، مازال المستقبل كله كيعيط عليك وكينادي لك. حاولي تثبتي لهم انك الهام اللي هما ما عارفينهاش، حاولي انك تثبتي الوجود ديالك وتقولي لهم انا هنا، يعني انا عايشة وكاينة وموجودة. حاولي ديري شي حاجة، قراي على شي حاجة، تعلمي شي صنعة، تأنجاجي في المجتمع، تعرفي على ناس، ولكن في حدود. راه الله سبحانه وتعالى كيقول في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخلقناكم من ذكر وأنثى، اسمعي مزيان، وخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقط تكون تقوى في التعارف، التعارف اللي غادي تعرفي مع الناس وتنجاجي معاهم، ماشي عيب وماشي حشومة، تعرفي مع الناس، تعرفي على ثقافات جداد. حاولي ديري شي حاجة في حياتك، حاولي تبدي الوجود ديالك، حاولي ما تعتمديش لا على باك ولا على الام ديالك ولا على خوتك ولا اصلا حتى داك الراجل. خلي اخر حاجه في القاموس ديالك، وخلي الراجل هو اللي يتمناك ويبغيك، واكيد الله سبحانه وتعالى غادي يلاقيك مع شي حد اللي غادي يكون ان شاء الله في نفس الاخلاق ديالك، لان الله سبحانه وتعالى كيقول لك الطيبات للطيبون، ان الا كنتي انت طيبه اكيد الله سبحانه وتعالى غادي يلاقيك مع شي واحد اللي يكون أطيب منك، والخبيثون الخبيثات. وراه الله سبحانه وتعالى كان لقى داك الرجل الأول فيه الخير وكان طيب، راكم بقيتي معاه، واخا كيوقعوا نقاشات وكيوصل الإنسان للطلاق وهذه وهذه وهذه، في الأخر ربي سبحانه وتعالى كيألف القلوب. فكانت تجربة فاشلة دازت في الحياة ديالك، علاش أنا غادي نعقد راسي، وعلاش أنا غادي نكبر راسي ونشرف راسي ونقهر راسي، راه كاينين دازوا كثار ما منك، ولكن أنت واش غادي تجي تسدي الفم ديال عباد الله؟ ما يمكنش امبوسيبل تشدي الفم ديال شي واحد، لانه مستحيل. الناس هادرين فيك، شتي واخا تصنعي صاروخ وتطلعيه للسما راه غادي يهضروا فيك وغادي يقولوا لا راه هذاك واحد الجهه في هذاك الصاروخ عندها عوجه. كما درتي راه هذه هي حال الدنيا، كاملين حنا فينا الهضره، حنا كنعلقوا على اي حاجه، وهكا ربي خلقنا والحمد لله على كل حال. انت شوفي راسك، دوري بحالتك، حاولي الوالدين ديالك تقربي منهم بما يرضي الرحمن، طيعيهم في داك الشيء اللي واجب عليك تطيعي فيهم. نوضي اختي دبري على راسك، خدمي على راسك، شوفي مستقبلك، عاودي تقراي، دخلي شي ليكول، ديري اي حاجه. الحمد لله جميع الافاق كتكون مفتوحه، وخصوصا انت في هذا العمر اللي باقي صغير، يعني تقدري ديري تكوين، ديري الطبخ، ديري الخياطه، ديري شي صناعه كيف ما بغات تكون. راه المراه دابا كتسوق الدران، وراه تبارك الله المراه ولات كتحارب الرجل بمجموعه ديال، او كتنافس الرجل في مجموعه ديال الميادين. هادشي اللي نبغي نقول لك اختي الكريمه، عافاك ما تكتئبيش، ورجعي لله وتقربي ليه، والله سبحانه وتعالى كيقول لك من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف ما عودت مستمعين ومستمعات الكريمات ديال هاد القناه، ان قناه ما حكيتي ماشي غير للفرجة بل للعبرة، للتواصل معي عبر الواتساب لسرد فقط الحكايات وليس للتعارف. ما عليكم غير تدخلوا الرقم التالي اللي هو 0637054949. عافاكم الا جات على خاطركم وكنت اول مرة كتمروا مع هاد العشرين وقبلتوا عليا بطبيعة الحال وعجبتكم القناة وعجبكم المحتوى، فما عليكم غير تضغطوا على زر ابوني اللي هو اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات. عافاكم الى مدير النجيم وكومونتير زوين، الله يرحم بها الوالدين، وما تنسوناش بارتاج مع العائله والحباب والصحاب. الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.